اهلا وسهلا، سوا رح نبقى على الهوا، تحت الهوا، فوق الهوا، ورح كفي القصة. القصة ما بتنتهي طالما في نفس. الحياة كلها قصة واحدة مهما قصيت. نعم، رح تضل حقيقة فيك وفيي. هالشباب يلي بسوريا وخبرتكن عنهم امبارح، هالشباب يلي عم بيجربوا على الفيسبوك يلتقوا مع بعضهم من كل سوريا، من كل الطرق والديانات والشريعة واللي بتكون يهون، وشباب وبنات وهيك من هالأجيال يلي عم بتفتش على هالعقل والعدل والفهم. ما بقى بدنا الجهل، خلاص ما بقى بدي اسمع لفلان وفلان وصدق أمي وبي وخي واختي والمدرسة والجامعة. استفتي قلبك، أنا شو دوري؟ للأسف نحنا أولادنا منلبسهم عزون ومنطعمين عزون ونحطهم على المدرسة وبالبيت don't do this don't do this. راح على المدرسة قال له ما أنا اسمي مش دونت، اسمي جوني. بيروح على المطعم مع أمه وبي وبتسأله الويترس شو بتحب تاكل، بجاوب البي بجاوب الأم بجاوب. قال له فكرت أنا ريل، أنا حقيقة. خبرتكم في ولد بالمول بالأشرفية قال له لأمه دادي 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 لوكس لايك ذيس، هيك شي 5 سنين. قلت بدي أسألها للأم، مع ولد يعني هيك ربطته بالجنزير مثل الكلب والخادمة معهم. قلت له ليش عم بيقول ابنك هيك؟ قالت لي بحب يلقط كثير المانوكا. سالته تيتا ليش بتحب؟ قال لي ان اي تاتش ذا هاندز، بس امسك الايد بحس مثل ايد بي ما فيها. قلت له هيدا ما عمره 5 سنين، ايده ميته مثل هالايد، ما فيها محبه. عم بحسها، بشوف الخادمة شوي أحلى منك وأحلى من بيو. انتبهوا للمعلم والمعلمة والراهب والراهبة والخوري والشيخ، ودي بشر مثلنا ضحية جهلنا كلنا. انت خلفتي بس كم كيلو لحمة؟ وقع طفل عنا بالحي عمره 20 يوم. قلت بدي اسأل، هو وزحت الصانعة وقع وهيك بعدين مات. طبعا ركننا فيه على المستشفى ومدري شو. أمه كانت عم تعمل مانيكير، قالوا لي ابنك وقعت، يلا جاي جوفيان. هيك صرنا، بتروح حبله 7 اشهر ولا 8 اشهر بخلفها قبل بوقت، بيقول لها ما معلش بنحطه بالكوفيز تروح مع جوزها على اوروبا احلى ما يحب عليها. قال لها لمرته رايحه على ايطاليا، جيبي لي معك شو وحده طليانيه حلوه بس اجت. قالت له ايه جبتها؟ قال لها واني؟ قالت له بعد 9 اشهر. انتبهوا. فاذا هالشباب يلي بسوريا، اول ما ابتديت انا على الاعلام كان في كثير ناس بسوريا عندهم فهم بالصوفيه، وفي اطباء يلي قال لي انا طبيب وبعدين فتح صيدليه وابنه كان عم ينزف. قلت له شو يعمل؟ وقف النزيف من المناخير. وقال لي كل اللي درستهم يعني هو كذبه. قلت له ايه، اللي عم بيعلموك وبيعطيك ادويه هن الاف دي اي فيدرال دراجز اسوسيشن، ما في حدا عنده انسانيه منهم، وبيكبوهم بامه العرب. هول بيعطوك شهادات، بتدرس 20 سنة بتطلع الدكتور، بيعلمك كيف بدك تمشي، اجرك وحدة بتعرف تمشي، نعسك بنيمك، جوعك بطعميك، عطشك بسقيك، تعبك بريحك. العلم منا بالمال، اعطوني كل اموالكم. اوشو اغنى الاغنياء وافقر الفقراء وما مسك المال. قال لهم استعملوني خلص، بدكم اعملوا جنة هون بالارض مش بالجنة فوق، خمرة ومخدرات واللي بدكم اياه. شبعتوا؟ ايه. راح احكي شيل الكبد، ونحن هيك بدنا نشيل الكبد مش على الفيسبوك. عم بيقول اما بالواقع عم اطبع مقالات من موقعنا بيت الله، حلو كثير هذا موقعنا وهذا بيتنا كلنا، ومقالات عن اوشو وعم بعطيهم لهالناس اللي ما عندهم نت، عم شجعهم على القراءة. امبارح اجتمعت مع عدد من الاصدقاء من انتماءات مختلفه وقدرنا نتقدم خطوه نحو المحبه والانسانيه. اسمه فؤاد وانا غيرت له الايميل فؤاد فور ايفر. بعت لي اسمك
أنت خلقت وأنت كمان وشو اسم أمك وبأي بلد أنت، بياخد العناصر الخمسة وبركب إيميل، ما يكون في شينجر فينجر كيلر ميلر أندرسكور بندرسكور فندرسكور، ما بدي هنا شي بقرف. غير الإيميل هيدا اسمك أنت، عمل بلوك. أنت بتجيب الحسد وأنت بتجيب النحس. أنت منحوس منحوس لو حطوا على راسه الفانوس، أنت بتشيلهم. قال واحد خمسة، قال لأصحابه ولو هلا بدكم تفهموا شيء ما رح تصدقوني، بتعرفوا إنه الشهيد ما بيموت؟ صحيح مات بس بيضل حي. قالوا لك كيف عرفت؟ قال له خيي شهيد له 5 سنين ميت ومرته صارت مخلفة 3 أولاد. مجوزة؟ لا، بس إنه الشهيد بيجي لعنده ويحب لها. ما شاء الله جوزة أخي حامل وأخي توفى من 5 سنوات، الحمد لله الحمد لله، يعني الشهيد حي، ينكح الحرية اللي فوق يلي هون. كابتن عم بيقول مساعده بالطيارة، أم الزوز الشباب مرقوها، عم بيقولوا وقال له هلأ بعد الغداء بدنا نعمل له واحد للمضيفة، وكانوا ناسين إنه الميكرو مفتوح. سمعون كل الركاب، ركضت المضيفة حتى تطفي الميكرو هي وركضت فركشت ووقعت، بتقوم وحدة ختيارة بتقلها ولك طولي بالك يا. قالوا بعد الغداء، على شو مستعجلة هلأ أنت؟ كلنا هيك مهضوم النكتة. قعد الطيار شو مش عارف يعني هلا بقى نعمل. عند بنزارقة وأيوب عملها عندي بالبيت، بس كنت أنا وحدة وما بيعمل قدام حدا، ما بقدر لكم. في طاقة اسمها الكونداليني الحية، هالحية مش الحية اللي بتشوفوها، هالحية هي طاقة قبل ما ننام بتفكر فينا بالطاقة. نعم فيها بعد أمارة بالسوق، الطاقة اللي بعدها الجنس بدها تنكح. هالطاقة من بعد أول 7 سنين شو بصير؟ أوتو سكشور، بعدين باي سكشور، هومو سكشور، كلها بتشوفوها سيليبسي. هلا وقت السيليبسي بتجي بسنة 42، ما معناته أنت ما بقى مع حبيبتك وأنت منك مع حبيبك، ولكن ما بقيت بس جسد، ساجد مع ساجدة، روح من روح، نور من نور، إله من إله. بس بأعمارنا بالطعش وبالعشرين وبالخمسة وعشرين وبالثلاثين إذا بدك وخمسة وثلاثين وكله، بعدها جسد مع جسد. في طاقة اسمها طاقة الحية، ذكر وأنثى كما أمرنا الله، وبتطلع فيها من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة. ليل كثير، حتى الأنبياء ليل منون يلي وصلوا إلى الشفافية بالنفس، ومن النفس إلى الذات سيلف سول سبيريت، حتى توصل إلى الروح من عند ربي. هالطاقة هي نوع من التنفس، تتنفس وكيف بتصير تحرك جسمك، بتشبه كثير طاقة النكاح. وانكحوا ما طاب، هيدا هو العلم يلي اسمه التانترا، الرجل القوام. كثير قليل اللي حطوا هالعلم، بوذا حط هالعلم؟ لا، العائلة الملكية لأنه ابن ملك، ما فهموا عليه. المسيح للفقراء لأنه ابن النجار. إجا الحبيب حط لكل الطبقات، بيض وسود ومرأة ورجال والطبيعة كلها. وقال لهم أتممت عليكم دينكم. عندكم القرآن، عندكم التمرة، عندكم اللغة العربية، هيدي اللي بتتواصلوا فيها. هالطاقة أنتم عم تتنفس بتشيل كل هالشهوة اسمها lust not love. هالشهوة بتنشيل لما انت قاعد بالكعبة، نعم جوا، منا بالحجر تحيي فيك. أورجون بوكس عندي اياها بالبيت، وان شاء الله بدي اجي فيها شي نهار على هالحضرة هون، وبتشوفوها اسمها شفاط مثلا. نحن بس تولعوا فحم بحطوا شاروخ، وهيدي شاروخ، مشان هيك المرأة بس تستنير بتتحجب، ويا ريت كمان بس عيونها ببينوا، بس إذا عندها الاستنارة. هالعلم حطوا جورج جيرجاف وأنطون سعادة وداهش، كلهم عندهم إيه؟ علم صمت وصدى وصورة، كلهم صوت
وصلة وصلاة، هيدي حرف صاد، كم مرة بسورة صاد؟ هالعلم محطوط وين؟ مش بالمنحطين، منطين. فإذا بالأول إجريك جسمك كله بتصفيه من هالنية يلي بتسميها dirty sex. هي منا dirty sex، انت dirty old man. المرأة بتكون مع جوزها وبتصير تفكر أمتى بدي أطرش هالسقف، بتكذب عليه 99%. ما في ملاطفة، ما في مداعبة، هو بده يجي يعتصل العطسة. قال له الدكتور خذ هالدواء تصير منيح مع مرتك. قال له راح اوصل على البيت ومرتي معجوقة السعر وما فيها تجي. قال له طيب جربها مع الخدم. قال له مع الخدم ومع الموظفين عندي ما بدي فياجرا، بدي اياها مع مرتي بس. ما بتعرفوا هيدا الشاب بس انحشر هيك يعني بده بويل، وقف السيارة ونزل. قال له ليك وليه؟ وليه بس بدك ياني بوقف لك وبس انا بدي اياك يا اثنين؟ ما رح يوقف لك. مهضومين، لانه نحن قد ما عندنا كبد منفتش عن نكتة، بس تجي انا نكتة ببعثها للكل. قديش ذكي اللي بيعرف يحط هالنكت. كل نكتنا ابو العبد وام العبد وابو الصيف وام الصيف وشو عملتي وشو عملوا. قال له ولو ما شفناك كيف رحت وجيت على الخليج، ما رحت ايد من ورا ايد من قدام، منين جبت هالثروه؟ قال له انا شلت ايدي من ورا وام العبد شلت ايدها من قدام. خلص هلا ما في لزوم لبنان اللي بدك ايه. ما صدقت الا ما شفت على الانترنت، فرجوني كيف بناتنا اللبنانيات شو الاسعار واشكالهم. بعدين في بنت كانت معي، ماني انا وياها بس انه هون طاوله وسمعتها هي عم تحكي، طاوله مطعم بمول عندنا بالاشرفيه عم تحكي على التليفون هيك عمرها 17 18. قلت لها بقدر حكيكي؟ ما زالك عم تحكي مع امك، فيني احكي معها وهيك. بدا اما قالت لها تكبر صدرها، قلت لها اذا كبرتي بتجيبي سرطان للرئه. خبرتها بتحسي هيك هيك؟ قالت لي قلت لها بقلبك بصير فيك هيك؟ قالت لي شو عرفيك؟ قلت لها هيدا علم اسمه الفراسه وبنتي هالعمر. ما قدرت اسكت، فيني احكيها لامي. قالت لي امي بدها اياني اني كبر صدري وكبرته بس بدها اياني اني كبره اكثر. الام صارت عم بتشغل اولادها، بنت 8 سنين 9 سنين 10 سنين، الصبي عمره 12 14. هلا خلص الصين واليابان عملوا سحابه بتفتح وبتسكر، ما بدك لا فياجرا ولا كلها، كلهم شيلوه. بس اذا بدك حقيقه لحو هيدا عندي بالبيت بتجوا. كثير ناس عم بتجربوا، لو عرفت قال المراه شو الجرير كانت حطته تحت السرير، جرجير، جرجير مع الزبيب طاقه نشاط ومناعه قويه، بتنشط الغدد الجنسيه وخلايا العظم والجسم لاستعمال قدر مع الأكبر عند الحاجه. هلا هالمي اللي محطوط فيها هو خل التفاح وزبيب، انتو فيكن تعملوها، بس المقدار ما بعرف، اذا فيني اسألوا لآجو يقدر هو يعطيكم تعملوه ببيتكم. بس المأكولات كلها لازم تكون مما يليك، ولازم الماما تطبخ بالبيت او البابا او انت المريض اذا ما حدا بده يساعدك، انت بتلفلي وبتجي لعندي، مش امك وبيك بيجيبوك. الكلب اللي بتجره على الصيد بلا هو بلا صيده، هيدا جسدك، خذوا كله، هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي للعهد الجديد. يعني بتموت وبترجع بتعيش، موت وقيامة بين كل نفس ونفس، بكل لحظة. انت اسأل حالك شو عملت، شو عملت مريم لمريم، شو عملت صدقة جارية لأمي الأرض وإلي وللآخرة حسن الخاتمة. قال له عمال منيح وكب البحر. هلأ ما بقى في بحر تتكب فيه. سنة 36 نعم مصيبة كبيرة رح تحل بهالكرة الأرضية مثل ما راحت البرمودا والأطلنطيس. وسنة 70 ما في مي تنشرب، لو ما جون روبنز كنا متنا من زمان. عم بينظف المياه كلها بهالكرة الأرضية ابن من أغنى أغنياء العالم بيو.
ترك ثروه بيه وخد الكريدت كارد تبعك، صرف اول سنه 600 دولار اشترى بزر وعايش بكوخ. حطوا جون روبنز، اهلا وسهلا فيكم. وين ما رحتوا على جامعات في لك بيت، معك مصاري او ما معك، معك بتدفع ما معك تشتغل. ورك ميديتيشن، كل عمل عباده. تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. انتبهوا، مش نقعد هيك ونروح لعند الجوروز. ما إلي ثقة بأي جورو عم بيجي على الأمة العربية من مكان، ما إلي ثقة بأي طبيب بالطب الطبيعي إلا اللي بيجي لعندي على البيت. إجا كم واحد هيك وقال لي معك حق وبطل يجي، سألته ليه بطل تجي؟ قال لي ما فيني أشتغل إذا بدي أكون معك. ما عشت بالسعودية وشفتها كلها كذبة هاي، بس طلعت مصاري، شو عم تعمل مصرية؟ عم تشتغل هلا طب طبيعي تزبوني فيه؟ جيت وقت اللي جيت على الأمة العربية، رجعت من أمريكا، شفت كم واحد طبيب، شو عم تعملوا؟ كذابين كلكم 100%، بس عم تحملوا اسم الطب الطبيعي مثل المأكولات الطبيعية. ما تصدقوا حدا، اشتروا من وين ما اشتريتوا، من سوق الخضرة، أي خضرة نعوها شوي من بعد ما تغسلوها بمية الملح وشيلوا، عندك ملح وعندك مي. المي فيك تقطرها ب3 دولارات، 6 دولارات بالسنة، ما بدك فلتر. تعوا عندي على البيت وفرجيتكم اياها من عند اكو، بتحط بحجر الصوين، فاذا المي بتنظفها ب6 دولارات بالسنه، وبتشرب وبتغسل وبتتحمم وكل شيء. الصابون بتعمله بالبيت بدون قطرون وبدون نار. الاكل مما يليك من جنينه او بتروح على سوق الخضره وعندك شعير وعندك قمح. الكتاب خير جليس عندك اياه، وعلى موقع بيت الله في كل شيء اللي بدك اياه موجود. ما تسالوا حدا، لا تلفنوا لي بدكم استشاره، بدكم تدفعوا حقها. ما بدي اياها، بدي اياك انت، ما بدي المصريه تبعك. بس اذا بدك تجي بدك تدفع، واذا بدك تيجي على البيت بدك تحط صدقه. خلاص ما في مجانا، شبعت من هالكلمه. برا بتقول دونيشن، يعني بيحطوها الدونيشن، يعني دو اي نيشن. ومريم بتحكي عربي انجليزي. ان شاء الله رح يكون في واحد صادق يعطينا تلفزيون، ما في ولا دعايه. ساعتها امريكا اوروبا كل اللي بندفع ضرائب لهم بندفع على التلفزيون، وما بيحط ولا دعايه، بنحط خبر. نعم، عم شوف واحد هلا قلت له بتحكي مع الاداره نيو تي في، وانا ما بدي منك شيء، وعنده اشياء كثير حلوه خارج البيت وشمع واشياء مهمه وهيك، وهو ادمي ومنيح. تنشوف، صرت بشك بس واحد يقول لي هذا لبناني او عربي وادمي ومنيح، يعني بقول يعني بركي واحد بالمليون، لانه ما بنعرف شو يعني ادم، ادمي يعني من طين، يعني الارض ما بتكذب. بس انا شبعت بكيلاني، قال لي ما بقى لي جليد يطلع على التلفزيون واجي، يعني وقت بتحكي جاسموهين وبحكي جوردن ماكسويل وبحكوها العلماء، يعني بده يطلع مع العرب الف ارنب بي بطه تيتيش. أنا بعدني مضاينة لأني بتسلم، قوم الصبح أول شيء بتقص بحضر مريم نون وبتلفن دغري على التلفزيون. دخيلكم ها صار عندي عطل، عندكم صار؟ لا، هي منيح اللي عندي بس. فإذا كل واحد منا، أنت السائل وأنت المسؤول، وهيدا جسمك، لا بقى تسأل أسئلة وإلا بدك تدفع الثمن. مهضومة كمان من المرأة، قال في مرة إجيت لعند فرمشاني قالت له هيدا الدواء اسمه كذا، ما رح نقوله لما الناس تروح تشتري. قال لي بس هيدا مسم مدام يعني. قالت له انا عرفته انه مسم وانا جاي على الصيدليه. قال لي بس ما معك يعني بدك رشيتا من طبيب من حدا يقدر؟ قالت له ما معي رشيتا. شوف هيدا جوزي بدي سمم له لانه مع هالمره. قال لي قولي لي انك معك رشيتا، هالمره مرتي. كل واحد اجى واحد لعند الطبيب قال له بتريد بقى حج تقلل الاخلاق وتطلع مع هالنسوان؟ قال له لا انا يعني مع مين عم بطلع؟ قال له وحده منهم مرتي، هي خبرتني. يعني مرته البلا اخلاق وهديك البلا اخلاق، ايش هو؟ واحد اخذ مرته لعند الطبيب بيعلم السكسولوجيست مثل هالتلفزيون ال بي سي. لازم تعريف، هي كلمه لازم، شو ملزمه انت؟ لازم تعريف.
وهيك احمر شعره بشايب الطبيب الدكتور، وهي كمان حتى وردي اللي بتغذيه، وهديك اللي بتحكي بسيكولوجي، وهديك يا عار العالم بيحكوا بسيكولوجي. في كتاب اسمه سايكولوجي لاوشو، ما بتعود تحكي بسيكولوجي بحياتك، علم نفس ما حدا عم بيسمع، هو ليسنز. وهذا جاب مرته قال وجاي لعند الطبيب السكسولوجيست، قال له كيف طلع هيك عجبته، قال له كيف تشتغل مع مرتك، قال له امي علمتني وهيك، قال له لا انا دكتور يعني غير امك، طلع هلا كيف مش الشغل، قال له والله يا حكيم لو ما تقدم الطب كنت رح سميها حياك يا أم. حطوا نون، حطوا كاف، قال له هيدا هو الطب تقدم، قال له بس ما انا قلت لك هلا، قال له كم مره بدي اعمل لها بالجمعه، قال له ثلاث مرات، قال له ثلاث مرات تنين اليوم بجيبها والاربعة بجيبها بس الجمعه بدي اروح صلي. صدقوا انه في هيك ناس، في موجودين. لما بيجيني سؤالات وبسألها شو السؤال، بقول دخيلكم ما تقولوا لي اسمكم، طبيبه بتعلم بالجامعه الامريكيه بلبنان طب لاولادكم، بتعلم طب، حطوا نقطه. قالت لي ما فيك تحبليني على التليفون، قلت لها منين بدي الاقي واحد بهله يقدر يحبلك هيك على التليفون، مبين انك بشعه وبهله يعني معقوله طبيبه بدي احبلها على التليفون، فكره انه بعطيها مواصفات شيء تتحبل على التليفون. ما بدها تقرا، هي بس بدها تعلم الاولاد وتفوت ويقفوا كلهم ميرسي ميرسي دكتوره ميرسي بروفيسور ميرسي. نعم وين حاطة أولادك؟ أنا بهالمدرسة مهمة كثير، هون مدرسة الإنجليز، مدرسة الأمريكان، في الجامعة، في كذا، في لبنان. خلي أولادك مع البدو. رجعوا إلى أمكم الأرض علمتني الحياة. هون بتتعلمي. هون الامتحان بالأول. بعدين الدرس. تكونوا صادقين بس. كل واحد منا الاختبار اللي بتمرق فيه قبله مثل ما هو. هون التحدي. نعم. مش لأنه بيك وامك عم بيدفعوا لك وعم بيعطوك مصاري. ما بتصدقوا تعوا على لبنان على الأشرفية بخدكم وبتشوفوا من عمر 8 10 12 14 15 16 12 12 12 شو عم بيعملوا. ما بتصدقوا يعني بقول له يا تيتا الماما عارفه، بقول لي البابا بيشتغل فيي بسميه شغل بيعطي مصاري وجايب له سيلولير 12 سنه. علميا شو السبب حكيناها، ميتشو عنده العلم. مثل ما مره مارق رجال وشافه الحبيب قال له ابنك حرام، سال مرته قالت له ما بعرف غيرك، قال له مرتي ما بتعرف غيرك، قال له مرتك صادقة بس انت تعشيت عند فلان جبت نطفة حرام وزرعتها برحم مرتك. قالت له اصحى تحكي مع اولاد الحرام، قال له مع مين بدك احكي؟ كلنا هلا تميل حرام، اجسادنا حرام، لا هيدا ابني ولا هيدا بنتي ولا هيدا. من 200 سنة كتبت على الأمة العربية ومضيوا العرب. وقت اللي اجت الانتي بايوتكس العرب اللي قبلوها اسمها مضاد حيوي. انتي بيوتيك ما ضلت ما بتنتعمل شو بلعيلك بلع من هذا بخليه من هذا ولو انا 62 حبه ببلع بالنهار ما صار لي شيء. اليوم بتروح بتلاقي هيدا عم بيرجي هيدا عم بيفقع باجر عم بيهز اجر، بقعد ساعات انا هون عيني ما بيرفقوا وما بتعب ساعات قاعده هون تسجل كذا حلقه. شو بيصير فيكم انت اذا بتقعدوا خمس دقائق بتفقعها بتفقعها بتغمض عينيها بتهز ركبته بهز ركبته من هون عم بيهز ذاك هون عم بيعمل هيك عم بيشرب عم بيدخن عم بيحكي على السلولير عم بيعمل لبلبلين بتشد سترينج هون هيك راضي الله وخلقه محجبه والسترينج تبعها رح يوصل على زلعومها خلص. هيدا علمت مش الخلاص ولا التخليص ولا المخلص، هي علامات الساعة إن شاء الله. اللهم عجل بالدمار الشامل، قالوا له حجر الكعبة عم بيحفروه
كل من عليها فان، خلاص راح. بس بعد ما شفته كلنا مسؤولين يا اخوتك، شو ما عم بيصير الحق علي والحق معي. اذا بفهم بغير بالنوايا، ما فيني حكيك علنا بس من القلب بتوصل. نعم، مثل ما بتوصل بالانترنت، في انترنت اقوى من الانترنت. انت ايه؟ هيدي اله، هيدي فيروس، انت فيروس خلقك الله بكل عنايه، بس انت تحولت الى اله. هيدا بيطلبك نوصل كلنا على المصعب على الاسانسور، بيبقى نازل بيجي التاني، يا خي نازل وكابسينه هالزلمه. بس ما حدا عارف، كلنا افكارنا بدي اطلع لمين، شو بدي اقول له، بدي اقول له منين بجيب المصيد، شو بتعمل فيه اللي زعمله، ولك مش بتعمل انت اصلا اللي بدك تعمل هذا. لا بده مدرسه ابنك، ولا بده طبيب، ولا بده ياكل، بده يلعب. اول 7 سنين، ثاني 7 سنين، كلهم هول اللي عم تصرفون. صاروا اولادنا مثل الصعيدين حاملين شنطه، هي عدد اللي بايدهم انه هن بيفهموا حاملين هالشنطه. 38 كيلو شنطه ابني، وشنتينك انت حق جرام هيك هالشنطة تخدم هالشنتين. عملوا معرض للسيارات بلبنان، ونزلت البنات تقعد على معرض السيارات ومش لابسة الشنطة، وكلهم اطلعوا فيها واشتروا السيارات وبمن فيها. هي أمة العربين، هيدا جربين عنده هالكبت، شيلوا الكبت بعلم أبدان وأديان. وقت بتشيلوا هالكبت بهالعلم، صار عنا علم ورثته. نعم، هالعلماء يعني هن حكماء، مش دكتور. عنده الحكمة، ومن طلب الحكمة. كتاب الحكمة 5 أجزاء، وقريبا 7 رح يكون. تفتح عندك 7 مقامات، وبعدين بتوصل إلى 72 مقام وأعلى وأكبر لا حدود. لا في بداية ولا نهاية، لا بنموت ولا بنخلق ولا ماشي، عم نمرق على جسر. تحطوا ماهر بابا بنحكي فيها بعدين، ماهر بابا ما بيموت، وكلنا لا بنخلق ولا بنموت، بس بنغير التياب، بتغير الأجساد. تعرف على هالساجد من المدد إلى الأبد. Thank you.